كرار داخل منطقة الجزاء، لكن خليل بن عطية يبعد، ويا السلام يا السلام يا السلام يا السلام يا نشأت، الله فعل كرار. كرار هو الورقة الرابعة لزيكو، كرار هو من صنع الفارق. نشأت أكرم، نشأت أكرم داخل منطقة الجزاء ما يلاعب، نشأت أكرم داخل منطقة الجزاء ما يلاعب، يسجل الآن ثالث الأهداف. فنان فنان يا ايها الان تسديد الان يا الله 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 الله. ضربة الركنية عالية فوق، نشأت اكرم يا ولد يا ولد يا ولد، ولكن فين فين فين؟ نعم انه اول لعب لأكثر من 9 أندية في منطقة الخليج، ضربة رأس في توقيت مناسب جدا 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 وبدون حراسة للقائم البعيد. كانوا فريقين حاضرين، واللي يحضر أمامنا محاولة المنتخب العراقي صارت أخطر. الله، المنتخب العراقي لاعبين كبار، واحد من هؤلاء الكشفتش وهي خطير. ليش 3-3؟ الله على أسود الرافدين، بعدين عن التأهل، بعدين عن الوصول إلى الدور القادم، بعدين عن تكرار إنجاز 86. هنا يونس فعلا يقترص الآن، يحاول يونس يتراجع، نشاط يا الله يا اليوم الكرة. الله 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 الله، أي متعة هذه، أي متعة، أي جمال لأوليما مع الأسد إلى الأسد في الجول. انتهت القصة، انتهت الحكاية، انتهت الكرة في الشبكة. يا سلام، هذا الجول وهذه الكرة ولا فلا، هاي الكرة ولا فلا. شوف الصورة وشوف الكرة، لمسة لمستين والكرة في الجول، ما بين برازيلي وعربي، ما بين ليوليما والعراق لمصلحة. تأخر 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 فيه يونس، هنا محاولة جول. اللاعب نشأت أكرم، شوف ولاحظ يونس في الكرة الماضية، يونس قلت لك تأخر، لكن بلمسة واحدة من جانب نشأت أكرم يتمكن من إحرازه أول أهداف هذا اللقاء، هدف مصطفى جلال. كرة في وسط الملعب، نشأت أكرم يلعب كرة، جول مرات من اللاعب العراقي نشأت أكرم. شاهد اللقطة وشاهد أول تسديدة من نشأت أكرم، إذا يحضر أول الأهداف. نعم إضافة حقيقية، نعم اللاعب المايسترو الوسط، لاعب الفنان. مرة ثانية تلعب في صوب وشطر، الله يا سلام يا سلام يا نشأت، يا سلام على هذا الجول، حاطه من زاوية ضيقة، حاطه من زاوية ضيقة جدا الحقيقة. نشأت أكرم
هنا في لقاء اليوم يكرم الغراء ويكرم الأخوياء ويهان من خلال مباراة اليوم نشد. الكرة هذه المرة لموري قطع للكرة بالمنتصف نشأة أكرم جوسترو الفنان لاحظ الموسيقار